البحث العلمي محور رئيسي من محاور التي ترتكز عليها رسالة الجامعة، بالإضافة إلى محوري التعليم وخدمة المجتمع. ومن هنا وكما شاهدنا في هذا العرض من حقائق وأرقام وشواهد، ونحن ولله الحمد نعيش في عصر ولغة الأرقام، فإن جامعة شقراء سعت إلى رفع القدرة التنافسية البحثية في الجامعة، وصولاً بإذن الله إلى التنافسية المحلية بين الجامعات السعودية، وتحقيقاً أيضاً للتنافسية العالمية التي جعلت منها رؤية المملكة 2030 هدفاً للجامعات، بل ورسمت لها الأنظمة والتشريعات اللازمة التي تحفظ حقوق الناشر وقوانين الملكية الفكرية وقوانين براءة الاختراع وحفظ حقوق أصحابها.